على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا فيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وأشهد أن سيد خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن في تقوى الله سبحانه وتعالى فلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة أحبتي في الله ما زال الحديث متصلا بالبيوت المطمئنة وقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن أهم أسس هذه البيوت المطمئنة ألا وهو الزواج وهو ما يقوم على ثلاثة أمور الاختيار الحسن وقلنا أن أفضل الاختيار هو الاختيار الديني القائم على تقوى الله سبحانه وتعالى ثم الأمر الآخر ألا وهو المودة والرحمة ثم حسن العشرة وكل ذلك قدوتنا فيه هو حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واليوم أيها الكرام أيها العقلاء أيها الحريصون على أسركم وعلى أبنائكم سنتحدث عن بعض الجوانب الدقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس أحبتي في الله لنعمل مقارنة على نطاق واسع ثم نأخذ من كل صورة من هذه الصور التي سنجعلها للمقارنة صورة مصغرة للأسرة وللبيوت المطمئنة وغيرها أيها الكرام إذا رأيتم من يفدون إلى مساجد الله وبيوت الله ورأيتم من يفدون إلى أماكن اللهو والغناء والترف والعياذ بالله وعملنا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء ندرك أن الذين يتجهون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى يتسمون بطباع واضحة جلية يدركها كل أحد ألا وهي الطمأنينة والهدوء والراحة والنظافة والألفة والمودة وتحدث عن كل الخصال الطيبة الجميلة من أقلها وهو الذوق العام إلى آخرها وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وإذا نظرت إلى الصورة الأخرى الذين يرتادون هذه الأماكن أماكن الغناء والمسارح وغير ذلك
تجد أنهم في صخب، وأنهم في اضطراب، وأنهم في لغو، وأنهم في عنت، وأنهم في تخلف في حديثهم وفي تصرفاتهم مع بعضهم، بل هم صورة مشوهة واضحة يدركها كل عاقل. ثم إذا نظرت إلى صورة مصغرة وأخذت من هذا الأنموذج أسرة ذلك الأنموذج أسرة أخرى، تدرك أنك تلحظ هناك أسرة مطمئنة في أفعالها، في أقوالها، في دورها في المجتمع. وإذا نظرت إلى الجانب الآخر وأخذت منه صورة مصغرة للأسرة، تجد أن هذه الأسرة هي أسرة الاضطراب، أسرة القلق، أسرة التمزق، بيوتها غناء، بيوتها رقص، بيوتها خاوية من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومع هذا أيها الأحبة، نقول أن الأمر يسير بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمة مرحومة من الله سبحانه وتعالى أن جعل لها نموذجا وقدوة إلى يوم الدين، ألا وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله. أيها الكرام، إننا إذا نظرنا إلى بعض التوجيهات اليسيرة التي ممكن أن نستعرضها في مثل هذا المقام لأسرة مطمئنة، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن أمور دقيقة يغفل عنها كثير من الناس. من أهم الأمور أيها الكرام، المرء إذا دخل بيته لا بد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن في ذكره لله سبحانه وتعالى طرد للشيطان، وإذا خلت البيوت من الشياطين دخلت الملائكة، وإذا دخلت الملائكة دخلت الطمأنينة والراحة والهدوء والأمن والاستقرار بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا دخل أحدكم بيته وذكر اسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا طعام، لا مبيت لكم ولا طعام، إذا ذكر اسم الله على دخوله وعلى أكله. ولذلك هذا ملفت مهم وخطير ويغفل عنه كثير من الناس. بعض الناس يدخل بيته وهو يغني، بعض الناس يدخل بيته وهو في قلق، بعض الناس يدخل بيته والجوال على أذنه، وربما تكون هناك مكالمة فيها من التشنج ما فيها، فيدخل بيته وهو متوتر ويدخل معه الشيطان. أخي الحبيب، هذه الأمور على دقتها ينبغي أن تحرص عليها أشد الحرص، لأنك تلاحظ كثيرا من البيوت تهدمت بأسباب تافهة، وما سبب ذلك إلا خلو البيوت من ذكر الله عز وجل. الأمر الآخر أيها الأحبة، بعض المظاهر السيئة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وحذرنا منها وبين أنها من أسباب دخول الشياطين وابتعاد الملائكة، كاقتناء الكلاب أعزكم الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم تأخر عليه جبريل فقلق قلقا شديدا، وعندما اكتشف أن تحت سريره صلى الله عليه وسلم جرو كلب فأخرجه، ثم أتى جبريل وقال: إننا لا ندخل بيتا فيه كلب، فاتقوا الله يا عباد الله. إن التقليد المنهزم وإن السلوك الذي نراه من كثير من الشباب لاقتنائهم بعض الكلاب، هذا وربي دلالة على التخلف، وإن لم يكن ذلك تخلف فوالله ثم والله ليس هنالك تخلف. إن لم يكن التخلف هو التأخر عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا والله ليس هنالك تخلف. أيها الكرام، هذا من أسباب دخول الشياطين. وأيضا من الأسباب التي تجلب الشياطين أن يكون البيت مضطربا بكثير من الموسيقى الصاخبة، نسأل الله السلامة والعافية، وقد تساهل فيها كثير من الناس لبعض الفتاوى من بعض الدعاة والعلماء، ونحن نجلهم على اجتهادهم ولا نقول لهم إلا جزاكم الله خيرا، ونسأل الله لنا ولكم أن نسلك الطريق السليم. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع
وإذا تأملنا البيوت التي تقوم على الموسيقى الصاخبة والأغاني نجد أنها تنافت تماماً مع الطمأنينة والسكينة. نعم أيها الكرام، وإذا نظرت إلى أثر الموسيقى على جسد الإنسان، هذا التراقص وهذا الغلو في الحركات وهذه التصرفات المتشنجة تدرك أنها حركات وأنها تصرفات شيطانية، ولا شك في ذلك أيها الكرام. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولننظر إلى كثير من الأمور بعين الإنصاف وعين العقل. ثم اعلموا أيها الناس أن الأمور حتى وإن تبين حلها وإن اقتنعت بجوازها ربما تتركها لمآلات كثيرة. فقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يأكل مع أنه حلال، وأنا وأنت لو قدمت إلينا هذه الوجبة لما أكلناها، ولم نقبل من أحد أن يقول أتحرم ما أحل الله؟ لا أحرم ما أحل الله، لكن الأمر يا عباد الله يعتمد على مآلات الأمور ويعتمد على النظرة العاقلة الحصيفة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل بيوتنا هانئة مطمئنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.